كل سنة وحضرتك طيب. بداية وحدثنا عن مشاعرك أثناء التكريم في حفل مئوية البابا شنودة. طيب، أولا نعزي شعب ألمانيا كله وأحباء الأنبا مشاهيل كان أسقف جنوب ألمانيا، ونهنئ قداسة البابا تودروس بعيد رهبنته 35. كنيستنا القبطية الأرثوذكسية ممتدة من أيام ماري مرقس الرسول إلى قداسة البابا شنودة، البابا كرولوس والبابا شنودة، إلى أن تنتهي بالبابا تودروس. البابا كرولوس كان راجل صلاة، والبابا شنودة كان راجل تعليم وراجل خدمة. البابا تودروس أطل الله حياته ورجل رعاية. الله يختار كل مرحلة قائد الروحي المناسب له. منذ أيام البابا شنودة كنت من الناس المقربين جدا لقداسته، مثلث الرحمات. كان قداسة البابا كان من عادته أنه هو يستشير في أي حالة مرت بها الكنيسة. الكنيسة مرت بمرحلة صعبة جدا في حياة قداسة البابا شنودة، كان في صراعات مع الدولة، كان في مشاكل كتير. يعني أنا كان لي الحظ أن أنا قداسة البابا كان في معزة بيني وبينه، وكان في محبة شديدة جدا، وكان بيسند لي أعمال. كان لي يعني الحمد لله لي باع كبير مع الدولة، وكان في قبول مني للدولة والتفاهم في مراحل كتيرة كانت عصبة في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. البابا كان من النوع اللي بيسمع. أنا كنت راجل، هو عارفني، يقول أحب أسمع نادي ستريت فورورد، عندنا غلط بقول قدام الناس كلها، كانش بيهمني حاجة. وحقيقة التكريم ده كان يستحقه راجل يمكن يعرفه الأنبا أرميا وتعرفه الناس كلها، هو الذي كان يستحق هذا التكريم، لأن هو كان للفضل في إنقاذ البلد والوحدة الوطنية، وكان روحه رحبة ومتفاهم معانا تماماً. يعني هو اللي يستحق. أنا كان راجل يعني كان قداسة البابا بيكلفني بنقل بس كل حاجة، لكن ربنا حط نعمة في عيوني، في عيون الناس كلها. كان من ضمن الناس التي يستحق أيضاً التكريم نفت الأنبا سؤدوسيوس مطران الجيزة، لأنه عاصر هذا العصر وعاصر المشاكل، وكان رجل من المطرنة الجدعان جدا صراحة. إنما لو تحدثت أنا على البابا شنودة وموقفي معه كتيرة جدا، خلينا نعرف من خلال حضرتك. كان البابا شنودة شغل الشاغل في الكنيسة بالناس البسطة، الناس المحتاجة مساعدات، كان يألموا أي حد متألم من هذا. كان يجي اسكندرية والناس تاخد منه البركة ويساعد الناس. كنت أقول له قداستك ده خد قبل كده، قال لي معلش يا نادر الدنيا غالية، الناس تعبانة. قلت له طب ما في ناس تانية. كان بيحب يسمع، ما كانش بيعترض صراحة على خير. كان راجل خير جدا، كان راجل علامة. يعني كان يعني من ضمن الحاجات، مرة دعينا كل السفراء اللي موجودين في اسكندرية وكانوا بيرحبوا بقداسة البابا. كان العميد عميد السلك الدمولاس طلع قال لك انا عدت مع عظماء كتير فلن ارى عظيما مثل هذا الرجل. كان بيتكلم في كل حاجة، في السياسة، في الدين، في كل شيء. كان يعني الناس كلهم كانوا مبهورين بيه. حاجات كتيرة لو سردناها أخذ وقت، أنا بالذات أخذ وقت كتير مع قداسة البابا، لأن صراحة كان يعني حاجات كتيرة. أكثر المواقف حضرتك مش ناسيها يا أستاذ نادر؟ لا حاجات كتير. خليها يعني نقترب، أنا حاسة أن لسه في أسرار ما طلعتش. إيه لا في بس ما تقدرش تطلع على الهواء يعني. أسرار كتير. بصي أنا كنت ستريت فورورد، لا أحب الهيصة ولا تكبير العملية ولا أي حاجة.
غلط في عندنا غلط خلاص انتهى الأمر. وأقول ويعلم هذا الأنبار ما يعلم كل من كان مع قداسة البابا في الخدمة، ما كنتش خاف من حد ولا خاف من أي حد، الصح صح الغلط غلط. يوم الاحتفالية يا أستاذ نادر يعني حضرتك الاحتفالية، بصي هقول لك حاجة، الاحتفالية كانت منظمة جدا، ناس كتيرة حضرت، أعضاء مجلس ملي فرعية وعام، مستشارين، قضاء، رجال أعمال، كانت يعني صراحة منظمة جدا، حفلة مشرفة متقنة في كل حاجة، يعني دي حقيقي، ده فخر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حقيقي، وفخر لمحبة قداسة البابا، شنودة للناس، وطبعا قداسة البابا طرادوس بيأيد كل حاجة فيها محبة، لأنه راجل محبة، وفي عهده الدنيا برضو تطورت، ربنا بيختار كل واحد في كل عصر، ده عصر كذا ده عصر كذا. قولي لي بس عايزة تحرفي. شعر حاسة ورا الابتسامة دي في الكثير ممكن نعرفه النهاردة ونقول للناس إن دي هديتك عن البابا شنودة. بصي البابا شنودة من الحاجات سألته مرة، قلت له قداستك يعني أنت بتدي وبتجيب أموال كتير وبتدي الناس المعدمين والفقراء والناس المحتاجين، قال لي أنا هقول لك حاجة، أنا قلت له لي. قال لي مرة خلصت كل الفلوس اللي معايا وجي واحد راجل وعايز مبلغ من المال كبير، قلت أعمل إيه يا رب أنا معيش، طب وبعدين؟ قلت له يا رب أعمل إيه؟ قال لي ما خلصتش الكلمة دخل واحد قال له قداستك في تبرع لهذا، في تبرع مني، جه المبلغ على قد الراجل اللي كان طالبه، ده من ضمن الحاجات. حاجات تانية بقى كتيرة، كانت ناس بتيجي سواء مسلمين أو مسيحيين يعني بيطلبوا صلوات قداسته، وكان قداسته يعني يصلي والناس تيجي ترجع من حاجات قوية جدا وتقول لك أنا حصل كذا، تيجي تقولي له وتقول له ما أحبش أسمع الكلام ده. كان يعني في الحتت دي صراحة كان يعني ما كانش يحب في الحاجات دي بالذات. يعني حضرتك شايف فكرة الاحتفال بمئوية ميلاد قداسة البابا شنودة وأهميتها في هذا الوقت؟ يعني احتفالية معقولة كويسة جدا، الناس شجعتها، ودي مشاعر يعني الحق يقال برضو، لما وجود قداسة البابا لا كان حيكون في ميسات ولا مركز ثقافة، الراجل دعم هذا الكلام وتبناه، وأي حاجة هو كان تقنعيه بيها بمبادئ معينة يوافق عليه صراحة، الراجل واضح. والأنبر مية نجح في الكلام ده صراحة، علاقاته كويسة، عمل شغل الناس بتحبه، عمل شغل كويس، الجهات كلها بتحبه، عمل شغل الحمد لله كويس، يعني كانت احتفالية كويسة طبعا يعني جدا يعني الحضور متقنة جدا كل حاجة. الكلمات اللي سمعتها من الحضور حضرتك شايف الكلمات كلها بتاعت اسمه ايه ده الدكتور الفقي كويسه، كلمه الانبا موسى الكلمات كلها كويسه ومعقوله، الانبا موسى الكلمه حلوه قوي جميله، والدكتور يعني الناس كلها اتكلمت معقول، يعني كلمات كويسه بتعبر عن مشاعر اللي جواهم، كل واحد بيعبر على اللي كان حاسس بيه معاه، على مشاعره، على التعامل معاه، على فكر قداسة الباب، كل دي الناس عاشت الفكر ده. انت بتكلمي قداسة الباب قاعد يعني عن 41 سنة بابا للكرازة، فيعني عايزة مجلدات تكتبي فيها والناس تتكلم كتير. هي كانت حفلة كويسة منظمة، حضور مشرف، كل حاجة كانت حلوة صراحة. مشاعر حضرتك انك تكون احد المكرمين في هذه الحفله الخاصه جدا بمئويه ميلاد البابا شنودة؟ هي بيني وبينك مشاعر طبعا، انا سعدت بهذا لان الناس بتقدر، بس برضو زي ما قلت لك مش انا اللي استحق التكريم، ان هناك جنود. ده تواضع من حضرتك اكيد. لا 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 مش تواضع، انا راجل دغري ويعلم هذا كل واحد. هناك من يستحق، كان صراحه انقذ هذه البلاد من دمار يعني.
صراحة، وهو حي وموجود ومعروف. إنما أنا راجل يعني الحمد لله كنت باخد من هنا واسمع من هنا وادي هنا، اقول اللائم ليه عليا ضميري، لا ازوق ولا هلل، انا مش بتاع الكلام.